مشاهدينا الكرام في موعدكم الأخباري من قناة الفلوجة. أهلا بكم مشاهدينا، نبدأ هذه النشرة بأهم ما فيها. في يومها الخامس التظاهرات تتجدد في بغداد ومحافظات الجنوب وحصيلة دامية. القوات الأمنية تكشف لغز القناصين وعدسة الفلوجة توثق لقطات الاستهداف. وقام مجموعة من الشباب وهتفوا في نصف القاعة بأن على رئيس البرلمان ونواب البرلمان أن يقدموا استقالتهم لأنهم لم يستطيعوا حماية المتظاهرين. المتظاهرون يرفضون دعوة البرلمان والجبور يكشف تفاصيل اللقاء المدبر. رسالة أممية شديدة اللهجة إلى بغداد ودعوة لحل فوري ووقف التصعيد. من العناوين إلى التفاصيل، حياكم الله مجددا. نزل الآلاف من المواطنين إلى الشوارع في وسط بغداد وبعض مدن الجنوب مجددين المطالبة برحيل الحكومة المتهمة بالفساد في اليوم الخامس من التظاهرات، على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة واستمرار قطع الإنترنت فيما ارتفعت حصيلة الضحايا. ودوى أزيز الرصاصي في بغداد العاصمة، حيث تجمع المتظاهرون في محيط وزارة النفط على الطريق المؤدي إلى ساحة التحرير والتي باتت نقطة انطلاق التظاهرات. وردد المحتجون شعارات تندد بالمحاصصة الطائفية والإثنية في توزيع المناصب إضافة إلى المحسوبيات. وأدى استخدام الرصاص والعنف المفرط ضد المتظاهرين إلى استشهاد نحو 100 شخص وإصابة أكثر من 4000 آخرين. الاعلام السته الرابعه وين البارحه القناص اشتغل علينا من الساعه بالاربعة للساعه بالثلاثة بالليل. وينهم؟ يا منطقه احنا من منطقه الامين بس باب الشرجي اشتغل علينا. وين الاعلام؟ وين يجي هنا بالايام الاعتياديه يشوف يقل معاناتي. هو ما نقل معاناتي هسه بايام المتظاهرين. هسه الوضع شنو هسه اليوم؟ شنو الوضع؟ هسه وين؟ هسه الوضع هسه رمي قاص علينا. رمي قاص علينا. وينهم؟ احنا سوين واقفين؟ ايش يصير هناك؟ هناك كله رمي علينا. شو يا منطقة؟ هذا الرمي، هاي ساحة الحمزة، بداية الأمينة، بداية المدينة. وين عشوائي هيك داس رمي عشوائي يعني هسه انواع العداد هسه بس من رخصتكم شباب هسه احنا همي طليان عندهم ما ذبحونا التذبيحة عمي. كم واحد وقع؟ احنا شعب نريد حقوقنا. وانا هسه كلها اربع خمسه هسه هسه بالكذب البارحه يطلع لي الحلبوسي يقول له والله عود نغير اليوم عود يجتمعون بيهم. اجتمع ما كلف نفسه البرلمان ويقعد امام الشعب جايب له خمسه مقمعين قاعد بيهم. الاعلام شنو الاعلام شغله؟ الاعلام ماكو. وين الاعلام؟ الاعلام السلطه الرابعه يسمون نفسهم وشاردين بس بايام الاتحاد. السومريه ماكو. طيب اذا عندك كلمه للناس شو تقول للناس؟ اقول للشعب انهار قوم. شم ثاني بعد؟ تجددت التظاهرات اليوم السبت في بغداد مع رفع حظر التجوال واستمرار حجب الانترنت بعد 4 أيام من الاحتجاجات والمهاجات التي اوقعت نحو 100 شهيد في العاصمة والمحافظات الجنوبية. التفاصيل في هذا التقرير. مئة شهيد وأكثر من 4000 جريح، كيف تكون المجزرة إذا لم تكن هذه؟ العراق، من بقي من شبابه لم تطلق عليه رصاصة. العلم العراقي وحده الراية التي ترفرف فوق الحشود، ووحده صار كفناً
وصار لثاما أيضا، يقي وجوه الثائرين من عيون السلطة وغازها المسيل للدموع. احنا ما تابعين لأي حزب، احنا نخبة من الشعب، طالعين ما نتبع لأي حزب، ما تابعين لأي حزب، من حزب لأي واحد تابعين احنا. القناصة ما يزالون فوق السطوح يترصدون المتظاهرين، والمتظاهرون في الشوارع الطويلة المليئة بالموت والغضب والنيران، الشوارع المؤدية إلى العراق، العراق الحزين. يضربون القناص وإحنا طالعين متظاهرين سلميين، هاكش ما بدينا، هاكش ما بدينا، يضرب قناص على داعش، وما يضرب قناص يضرب علينا إحنا السلميين. إلا جماعتي الخرسان. 5 أيام طويلة مفاجئة وصادمة، أسس فيها شباب العراق لوعي جديد وإرادة لافتة. 5 أيام، العراق الذي كان قبلها حتما لن يكون العراق نفسه الذي صار بعدها. أكدت القوات الأمنية وقيادة العمليات المشتركة وجود عمليات قنص استهدفت المتظاهرين داعية المواطنين إلى الإبلاغ عنها. وقالت خلية الإعلام الأمني أن القوات الأمنية ملتزمة بقواعد الاشتباك فيما يتعلق بالتصدي لحالات الشغب وحماية المتظاهرين وعدم استخدام الرصاص الحي، لكنها أشرت وجود حالة قنص في بعض المناطق أدت إلى إصابة عدد من المواطنين، وأظهرت لقطات حصلت عليها الفلوجة تعرض عشرات المتظاهرين لإطلاق رصاص من قبل قناصين مجهولين، فيما استشهد عدد منهم جراء ذلك. قصي وعراس، يعني ماكو دولة ماكو بلد يستخدم السلاح الحي، قناص الـM16. للتيار وقفني، للحكومة وقفت لي، وقاعدين الله وكيلك، سكن ماكو، رواتب ماكو، واحنا موجودين وخريج وعندي 5 لغات وشركاتنا ودنيا، ولحد هذا اليوم واقفين، صايرة دولة محاصصة. زين الفقير ما عنده لا عنده ارتباط بحزب ولا بدولة محاصصة، اللي يحكي باسم هذول الشعب كلهم من هو؟ شيع أهلي الشهداء ذويهم الذين قضوا في التظاهرات بعدما واجهتهم السلطات بالرصاص الحي لتفريقهم. وخيم الحزن الشديد على بغداد العاصمة إثر فقدانها عشرات الشهداء في عمليات القمع التي واجهت التظاهرات رغم سلميتها، وأصابت أهالي الشهداء موجة غضب وأسى على الحال الذي وصلت إليه البلاد، بالإضافة إلى عمليات القتل التي استهدفت جموع المتظاهرين. كش ما طالب بس الحقوق، بس الحقوق طالب، الله أكبر ربي ما كنش حكي عندي، بس الحقوق مظاهرة سلمية كتلوه، وبعد جاي يموتون، بعد جاي يموتون. ردت تنسيقية التظاهرات على دعوة مجلس النواب لحضور ممثليها إلى مقر البرلمان بالرفض القاطع، مؤكدة عدم التنازل عن تغيير ما أسمته بالطغمة الفاسدة. نعم، فضلا عن ذلك ذكرت التنسيقية في بيان أن الشعب لن يعود إلى البيوت حتى تأتي حكومة إنقاذ ويضع من يمثله في البرلمان بعد انتخابات نزيهة ومبكرة. وقالت إن ما يقوم به البرلمان والحكومة من مناورات يائسة يؤكد الانكسار والانهزام الذي يعيشون به بعدما أوغلوا بابتلاع المال العام وإلغاء الدولة وتغييب القانون. عضو مجلس النواب أحمد الجبوري قال إن من أحضرهم رئيس البرلمان على أنهم يمثلون المتظاهرين قالوا إنهم داعمون لتلك التظاهرات ولا يحق لهم الحديث على لسان المتظاهرين. وكشف الجبوري أن الحاضرين هتفوا ضد رئيس مجلس النواب بل طالبوه بالاستقالة. تم استدعاء 100 شاب دخلوا إلى القاعة الكبرى في مجلس النواب، ويعني تم إبلاغنا من قبل التشريفات في مجلس النواب بأن يعني من حضر مع السيد الحلبوسي ربما 5 نواب في بداية اللقاء، ومن ثم وصل العدد إلى 50 نائب، ويعني هؤلاء الشباب كانوا داعمين للمتظاهرين لكنهم قالوا لا نستطيع أن نتفاوض باسم المتظاهرين ونحن لسنا مخولين. وقام مجموعة من الشباب وهتفوا في نصف القاعة بأن على رئيس البرلمان ونواب البرلمان
أن يقدموا استقالتهم لأنهم لم يستطيعوا حماية المتظاهرين. وطبعا يعني حصل هرج وفوضى في القاعة، قسم منهم خرج، القسم الآخر يعني قاموا بإرجاعه، ويعني الجلسة لحد الآن لم تبث بشكل رسمي من قبل مجلس النواب، لأنه كما يبدو يراد لها أن تخرج كمسرحية. الجبوري قال أيضا إن البرلمان فشل في المحاسبة والرقابة، لذلك فالشعب لا يثق به، والشباب المتظاهرون ليسوا بعثيين ولا خارجين عن القانون، وإنما هم قادة البلد. اليوم البرلمان فشل في المحاسبة وفي الرقابة، ولذلك الشعب لا يثق به، وسوف يعني والشباب الذين خرجوا للتظاهر هم ليسوا شباب عاطلين عن العمل أو كما توصفهم الخارجية الإيرانية بأنهم بعثيين أو أتباع للدولة سين أو الدولة صاد، بل أنهم قادة للبلد، أدركوا بأن القادة الحاليين ومن سبقهم هم فاسدون، فاشلون، طائفيون، أذناب لدول الجوار. الآن ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية مراسلنا من بغداد فراس الدولمي. مرحبا بك فراس، حدثنا بداية عن أبرز المستجدات لديك في العاصمة بغداد، ما هي وجهة المتظاهرين حاليا؟ نعم، يعني اليوم تجددت التظاهرات منذ الرابعة عصرا، وحاول عدد من المتظاهرين أو مجموعة من المتظاهرين من الوصول إلى ساحة التحرير، لكن اصطدموا في جدار أمني مكثف كان منتشرا بشكل كثيف، وواجههم بالرصاص الحي، ما أدى إلى ملاحقتهم إلى مسافات بعيدة بالغاز المسيل للدموع والرصاص الحي، حتى يعني سقط اثنين مباشرة قرب مستشفى الجملة العصبية وعدد من الجرحى. وبقيت هذه المواجهات أو المطاردات بين القوات الأمنية والمتظاهرين حتى وصلوا إلى شارع فلسطين في حي المهندسين تحديدا، حصلت وما زالت مستمرة عملية المتظاهرين، ما زالوا مستمرون في التظاهر هناك، وما زالت القوات الأمنية تلاحقهم في الأزقة والشوارع هذه المنطقة بالرصاص الحي وأيضا الغاز المسيل للدموع. يعني يبدو أن هناك إصرار من قبل المتظاهرين من أجل البقاء والاستمرار في تظاهراتهم ومطالباتهم الشرعية التي تعدت الخدمات وتوفير فرص العمل إلى تغيير الحكومة وتغيير أيضا، طالبوا بحل البرلمان والحكومة وإجراء انتخابات وتشكيل حكومة وطنية وانتخابات مبكرة بإشراف دولي وأممي حتى لا تتزور أو تزور الانتخابات مرة أخرى. يعني فيما حصل أيضا كانت هناك ردة فعل شعبية غاضبة على ما حصل في البرلمان اليوم من استضافة لما يزعم أنهم ممثلون عن المتظاهرين. حقيقة ما دار في مجلس النواب هو ليس استضافة لممثلين عن المتظاهرين، بل عدد من المواطنين الذين جاءوا بطلبات شخصية يستغلون هذه الظروف من أجل طلب التعيين وطلبات أخرى. أيضا كان هناك ممثلون عن الاتحادات والنقابات. يبدو أن الموضوع يعني يحاول فيه إيحاء للرأي العام بأن هؤلاء هم فعلا ممثلون على المتظاهرين، لكن لو كان هذا فعلا حقيقي لكانت التظاهرات اليوم انتهت أو خفت حدتها إذا كان هؤلاء فعلا تفاوضوا مع الحكومة ووعدتهم الحكومة أو وعدهم البرلمان بتنفيذ هذه الطلبات. وحتى ما جاء في كلمة رئيس البرلمان بعد هذا الاجتماع في مؤتمر صحفي ووعد بتوفير فرص العمل وتوفير المرتبات للخريجين والعاطلين، وتم تحديد الفئات خريجين المتوسطة والإعدادية والبكالوريوس والدراسات العليا. يعني يبدو أنهم تناسوا أن ميزانية 2019 هي ميزانية فيها عجز كبير جدا، وأيضا هناك خلاف وعجز كبير على موازنة 2020 التي لم تقر ولم ترسل من الحكومة إلى الآن. هذا ما رآه خبراء الاقتصاد بأن لا يمكن للحكومة والبرلمان أن يوفرون هذه المبالغ التي تحدثوا عنها اليوم في المؤتمر الصحفي بسبب العجز الذي اليوم تمر به الموازنة الاتحادية، فضلا عن الكثير من الوعود الأخرى مثل توفير
السكن للعراقيين اللي يعني يوم أمس ذكر رئيس البرلمان بأن 1,250,000 عائلة بلا سكن. طيب كيف يستطيع البرلمان أو الحكومة توفير 1,000,000 سكن لهذه العائلة في ظل هذه الموازنة التي فيها عجز؟ إضافة إلى أنه أيضا هناك مرتبات، هذه المرتبات حقيقة هي موجودة بالنسبة للرعاية الاجتماعية، هذه المرتبات هي عبارة عن مبلغ 50,000 أو لربما يزيد بقليل كل 3 أشهر يستلمه الذي اسمه موجود في الرعاية الاجتماعية. وبالتالي يعني مهما كانت هذه الوعود وجديتها فإن لا يمكن أنها تنفذ على أرض الواقع بهذه البساطة. إضافة إلى أنه اليوم الشارع العراقي والمتظاهرون ليس لديهم ثقة بالوعود الحكومية التي دائما ما تتكرر من قبل جميع السياسيين والطبقة السياسية منذ عام 2003 وإلى الآن، وهي أشبه بالوعود الانتخابية التي تطلق دائما كشعارات انتخابية من أجل استمالة الشارع العراقي. نعم، فهمتهم منك أن الشباب الذي يخرج حاليا في المظاهرات هو شباب واعي ولديه خلفية ثقافية متميزة. شكرا لك، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية، شكرا جزيلا لك. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيروش على لسان المتحدث باسمه إلى حوار فوري بين الحكومة العراقية والمتظاهرين لوقف التصعيد، مؤكدا أن حرية التعبير والتجمع السلمي هي من الحقوق الأساسية ويجب احترامها. الأمين العام يتابع عن كثب التطورات في العراق ويشعر بحزن عميق لفقدان الأرواح أثناء الاحتجاجات الأخيرة، ويدعو إلى حوار فوري بين الحكومة العراقية والمتظاهرين، كما ويناشد جميع الجهات الفاعلة بالالتزام بأقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن العنف. هذا ودعت الأمم المتحدة أو جددت إدانتها للعنف المفرط وإطلاق النار على المتظاهرين، مؤكدة أن أي استخدام للقوة يجب أن يمثل أو يمتثل لقواعد ومعايير حقوق الإنسان الدولية. على الحكومة العراقية السماح للناس بممارسة حقوقهم بحرية في التعبير والتجمع السلمي، وينبغي عادة إدارة التجمعات دون اللجوء إلى القوة. إن أي استخدام للقوة يجب أن يمتثل لقواعد ومعايير حقوق الإنسان الدولية السارية، بما في ذلك مبدأ الضرورة والتناسب. هذا ودعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان الحكومة إلى بذل قصارى جهدها لحماية المتظاهرين وتلبية مطالبهم المشروعة. رأينا سلسلة من المظاهرات الحاشدة في جميع أنحاء العراق هذا الأسبوع، احتجاجا على انعدام الوظائف وعدم المساواة في توفير الخدمات الأساسية. معظم المحتجين من الشباب العاطلين عن العمل الذين يطالبون باحترام حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. نذكر السلطات العراقية بأن هذه المطالب مشروعة وإن مظالم الناس يجب أن تسمع. السلطات ملتزمة ببذل قصارى جهدها لدعم مواطنيها والسماح لهم بالتعبير عن مظالمهم بطريقة سلمية. لا لسنا مندسين، عبارة يرددها المحتجون العراقيون وهم في طريقهم إلى ساحات التظاهر والتي تحولت إلى ميادين حرب. القصة الكاملة للتظاهرات العراقية في سياق التقرير الآتي. لسنا مندسين ولا مأجورين، عبارة ليست عابرة يرددها المحتجون وهم في طريقهم إلى ساحة التحرير التي تحولت إلى أيقونة للاحتجاجات الشعبية العراقية. بس غير شغلة واحدة، إنه هم لا يتخذوا ما لهم شغل، حتى السياسة مرة إحنا كشمع أول مطالبنا الفساد، الفساد متنا تملينا، أريد شعب، أريد شعب، أريد بس وطن. الاحتجاجات التي انطلقت شرارتها بداية الشهر الحالي
عبر دعوات على شبكات التواصل الاجتماعي للتظاهر ضد الفساد والبطالة وانهيار الخدمات العامة، ارتفع سقف مطالبها مع تواصل عمليات قمعها التي وصل صداها إلى المحافل الدولية والأممية. نحن نشعر بالقلق أيضا من حجب خدمة الإنترنت في معظم المحافظات بجميع أنحاء البلاد. من المحتمل أن تتسبب عمليات الإغلاق الشاملة للإنترنت في انتهاك حرية التعبير، ما يؤدي إلى تقييد الحق في تلقي المعلومات ونقلها، وقد يؤدي إلى تفاقم التوترات. هنا تبدو بغداد خالية وكأنها مدينة أشباح، غير أن وسطها بات ساحة حرب بين القوات الأمنية والمتظاهرين العاطلين عن العمل الذين يصرون على رفع صوتهم في ميادين التظاهرات، وذلك في كل يوم. أما الآن ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من العاصمة الأردنية عمان نائب رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الدكتور باسل حسين. أهلا بك دكتور باسل. عراق ما قبل الأول من أكتوبر يختلف تماما عن عراق ما بعد ذلك التاريخ، طبعا بدأت تلك العبارة تتردد، ملامح ذلك الاختلاف دكتور سياسيا كذلك شعبيا. مساء الخير سيدتي وإلى مشاهدي الفلوج الكرام. أنا أعتقد أنه كرة الثلج تدحرجت والكل يحاول اللحاق بالحدث من دون جدوى حقيقة، لأن سرعة الحدث، سرعة المتغيرات كثيرة وكانت مفاجأة أيضا كثيرة يعني للطبقة السياسية حقيقة التي كانت قبل هذه الثورة تستهزئ وتقول أن ربما الأعداد لن تخرج أكثر من عشرات من المتظاهرين، لكن المتظاهرين كانوا حاضرين بشدة، لأن هذا جيل الشباب، أنا سميت الموجة الشبابية الأولى للتغيير، يعني جيل محبط، كتلة بشرية كبيرة استطاع الحصول على شرعيته من التفاف وكثافة الكتلة التي خرجت، فحصل على شرعيته الأساسية، وهذا أمر مهم جدا في الواقع. وبالتالي أعتقد أن الأمور ذاهبة بالفعل نحو يعني تغيير مهم جدا. الطبقة السياسية تحاول من خلال خطابين حقيقة أساسيين سمعناه، وخطاب رئيس الوزراء وأيضا خطاب رئيس البرلمان، وكانت فرشة من الوعود المجانية، ويعني كانت وعود أنا سميتها سمك لبن تمر هندي حقيقة. يعني على سبيل المثال حينما يوعد رئيس البرلمان بأراضي وتعيينات، وهذا هو يعني أنت رئيس برلمان ومهم كنا نعرف تشريع وتنفيذ والرقابة، كيف تمنح سكن وكيف تمنح يعني هذه المخصصات، هذا شغل السلطة التنفيذية حقيقة، ما أعرف شنو شو راح يعطيهم، لأنه يعني إلا وعود مجرد وعود، لأن هذا يعطيكنا يعني انطباع أنه هذه مجرد وعود، لأنه كل الوعود اللي طاحها هي تخص لازم قرار من السلطة التنفيذية، لأن هو التشريع ورقابة. نعم. ما الذي دخل توزيع مثلا على سبيل المثال الدور وغيرها وتعيينات وتعيينات جيش وكذا آخره، ليش هو البرلمان يعين جيش ووزارة الدفاع حقيقة ما أعرف يعني شيء، والله أحيانا وسط الهل يعني المأساة. نعم. أحيانا تخرج نكات سياسية يمكن. نعم. طيب يعني دكتور باسل، يعني ذكرت بأن هذه التظاهرات يعني حصلت على شرعيتها من مشروعية مطالبها، إلى أي مدى أخلت بمشروعية النظام الحالي، خاصة في ظل دعوات أو حتى مقترحات حلول تطرح هنا وهناك للذهاب نحو انتخابات مبكرة، الذهاب طبعا بإشراف أممي، الذهاب نحو حكومة إنقاذ وطني أو حكومة تصريف أعمال، بين خياري أو خياري الدولة واللا دولة أو الدولة والسلاح؟ هو اولا يعني السياده والسلطه مصدرها الشعب حقيقه، وبالتالي يعني اذا لم يرضى الشعب اي شرعيه سوف تقوم للنظام، وهو مصدر جميع السلطات هو الشعب، اذا الشعب انتفض على السلطات يعني بالتاكيد سوف
تسحب هذه الشرعية، لا سيما يعني في حديث جانبي قلت لهم انه حتى المتظاهرين في اسقاط الحكومة والبرلمان محقين، لانه لا رئيس البرلمان انتخب دستوريا اللي حسب الدستور مفروض الجلسة الاولى، لكن انتخب في الجلسة الثالثة وداسوا على الدستور وصار يعني غصبا على العراقيين، ولا رئيس الوزراء لازم تسمية الكتلة الأكبر، وبالأخير هو مرشح سيرون الفتح وليست هي كتلة مسجلة بالجلسة الأولى. فالاثنين حقيقة هم بدون مشروعية دستورية، في واقع الأمر بدون مشروعية دستورية، يعني يحكمون نظام سياسي يحكم خارج إطار الدستور، يعني بالنتيجة النهائية أيضا هذا أمر يعني مهم جدا. نعم، طيب ما هو يعني الأقرب للواقع للتعامل مع مثل هكذا مطالب شعبية دكتور باسل؟ الذهاب نحو انتخابات مبكرة، حكومة طوارئ، أو تعديل قانون الانتخابات، وهذه الجزئية أيضا طرحت ربما من بعض الجهات، تعديل قانون الانتخابات أو تغيير النظام السياسي؟ والله يعني السلطة في عملية تعاملها وأنه كيفية الحلول مضطربة جدا. على سبيل المثال اليوم قيل أنه الاجتماع حول مطالب مظاهرين، ولا نشوف عجائز أو رجال يعني كبيرين في السن، فيعني حتى علقت قلت ربما يعني المتظاهرين بعثوا أولياء أمور المتظاهرين للحضور، لأن لم نجد حقيقة شباب، يعني الصورة واضحة كانت يعني. ف يعني ما أعتقد مقاربات السلطة يعني ناجعة، وأنا أعتقد إذا بالضرورة راح تنبثق ربما رؤى مشتركة في النتيجة النهائية، لأن يعني بالتأكيد ستخرج قيادات من رحم هذه الثورة، وعلى الأقل يتم يعني مجموعة المطالب ثم دراستها. الإشكالية حقيقة إشكالية بنيوية في النظام السياسي، النظام السياسي غير قابل على الاستدامة، وهذا أثبت أكثر من ذات مرة. علينا التفكير حقيقة بحلول خارج الصندوق، إذا لم نفكر بحلول خارج الصندوق أعتقد الحلول التقليدية لن تكون يعني ناجعة وناجحة. من بين تلك الحلول التي يعني ذكرت بأنها خارج الصندوق، وسريعا دكتور باسل، أنا أعتقد يعني من الحلول هو على الأقل مستقبلا قد تكون هذه يعني نوع من الانقلاب على النظام السياسي، لكن أعتقد إذا ضروري جدا إجراء تعديلات دستورية كبيرة في الدستور، أعتقد هذا الحل الأول مهم، لأنه بالأخير أي حراك سياسي بالأخير راح يرجع المرجعية الدستورية. إذا لم نفكر في ذلك يبقى كل الحلول عقيمة. وحتى أذكر المشروع طرحه، وأنا أذكر الدكتور يحيى تبنى المشروع في داخل المشروع تبناه هو إنشاء وثيقة موازية لتفسير الدستور. أعتقد هذه إذا لم يعني تعديل الدستور على الأقل ننشئ وثيقة موازية هي بمثابة إعادة كتابة للدستور. المشروع العربي يمكن طرحها في هذه الفكرة، وكانت يعني من أكثر الأفكار خارج الصندوق أنا أعتبرها مجدية وواقعية، يعني مو ليست فقط نظريا. إذا لأنه التعديل الدستوري صعب، فعلى الأقل يتم استفتاء شعبي على هذه الوثيقة الموازية، وممكن تجاوز يعني كثير من يعني الأخطاء. أيضا محاسبة الفاسدين، بس يعني محاسبة حقيقية مو محاسبة يعني صورية، وأيضا يعني إيجاد حلول أخرى. يعني الآن إحنا غنيين، يعني احتاج لحديث طويل. نعم بالتأكيد. نائب رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الدكتور باسل حسين، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من العاصمة الأردنية عمان، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا. الأخبار مستمرة. خمسة أيام وما تزال موجة الاحتجاجات عالية في العراق، حافظت على قوتها في بغداد وتمددت أكثر في الجنوب، وعدد الضحايا في ارتفاع كل لحظة في ظل قطع مستمر لشبكة الإنترنت. بحسب مفوضية حقوق الإنسان، فقد ارتفعت حصيلة الضحايا بين صفوف المتظاهرين إلى أكثر من 100 شهيد وأكثر من 4000 جريح. ووفقا للمفوضية أيضا، فقد استقبل أحد مستشفيات بغداد 28 جثة دفعة واحدة، فيما تحدث نشطاء عن قناصين يتمركزون على أسطح المباني العالية لاستهداف المتظاهرين.
اشتعال الوضع في الشارع دفع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى الدعوة لاستقالة الحكومة حقنا للدماء، وطالب بإجراء انتخابات مبكرة بإشراف أممي. وفي رسالة بخط يده قال إن ما يحدث من استهتار بالدم العراقي لا يمكن السكوت عنه. ألغي حظر التجوال في بغداد بعد 3 أيام من تطبيقه، وقد تسبب بأزمة في أسواق المواد الغذائية بأحياء العاصمة، حيث أقبل السكان على تخزين المواد الغذائية تحسباً لتفاقم الأزمة فيما ارتفعت أسعار اسطوانات الغاز إلى حدود غير مسبوقة. ردود الفعل جاءت على أعلى مستوى، حيث قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش إنه يتابع الأوضاع في العراق داعياً لحوار شامل، وأعرب عن أسفه لفقدان الأرواح في الاحتجاجات ومشدداً على حرية التعبير والتجمع، وطالب السلطات بممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن العنف. المفوضية السامية لحقوق الإنسان كان لها موقف من الاحتجاجات الشعبية، حيث شددت على وجوب السماح للعراقيين بممارسة حقهم في التعبير، داعية السلطات إلى تقديم الدعم للمواطنين في تحقيق متطلباتهم والتعامل مع التظاهرات وفق معايير حقوق الإنسان. في الجنوب وتحديداً محافظتي الديوانية والذيقار، فقد فرضت القوات الأمنية حظراً للتجوال حتى إشعار آخر على خلفية التظاهرات التي شهدتها المحافظات للمطالبة بالخدمات وتوفير فرص عمل والقضاء على الفساد. الأخبار مستمرة. أكد رئيس الجمهورية والوزراء الحفاظ على سلامة المتظاهرين ومحاسبة المتورطين باستخدام العنف. جاء ذلك خلال استقبال عادل عبد المهدي لبرهم صالح من أجل بحث الأحداث الجارية، حيث تعهدا بتلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين وتحقيق تطلعات شباب العراق بما يضمن لهم حياة حرة كريمة، كما بحثا السبل الكفيلة لتدارك الأحداث الأخيرة بما يضمن المصلحة العامة واستقرار البلاد. دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى استقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة، واصفا ما يجرى بالاستهتار بالدم العراقي. وقال الصدر إن على الحكومة حقن الدم العراقي عبر تقديم استقالتها والبدء بانتخابات مبكرة تحت إشراف أممي، وأشار إلى أن ما يحدث في البلاد هو استهتار بالدم العراقي لا يمكن السكوت عنه. هذه النشرة مستمرة وتتابعون فيها أيضا. ارتفاع أسعار المواد الغذائية في بغداد وتسارع دراماتيكي للأحداث في العراق. شهدت العاصمة بغداد حركة ضعيفة في شوارعها بعد رفع حظر التجوال الذي فرض عليها منذ الخميس الماضي على خلفية التظاهرات وما رافقها من استخدام العنف والرصاص لتفريقها. وتزامنا مع رفع الحظر في بغداد العاصمة، فرضت السلطات في محافظة ذيقار حظرا شاملا للتجوال حتى إشعار آخر. وقالت السلطات إن الحظر جاء على خلفية التظاهرات الحاشدة التي شهدتها المحافظة، كما عمدت السلطات في محافظة الديوانية إلى المثل وأعلنت حظرا للتجوال حتى إشعار آخر. يواصل بعض التجار وأصحاب المحال في بغداد ومدن أخرى رفع أسعار المنتجات والبضائع، لا سيما مع تصاعد الأحداث ضد المتظاهرين. وعزى بعض التجار رفع الأسعار إلى قلة المتبضعين، لكن مواطنين أكدوا زيادة إقبال الناس على شراء كميات كبيرة من المواد الغذائية وتخزينها تحسبا لأي طارئ، فيما عبروا عن أملهم أن تنفرج التظاهرات الغاضبة على واقع أفضل. هذه ثورة الجياع البطلة هي إن شاء الله راح تسوي لنا تفتح لنا باب جديد، والله أعلم يستجيبون أو لا. استجابة خير معهم، ما استجابة راح يشوفون اللي أكثر من اللي صار.
دعا التحالف الدولي بقيادة واشنطن جميع الأطراف الحد من التوتر ونبذ العنف مبديا قلقه من وقوع خسائر في الأرواح والإصابات بين المدنيين والقوات الأمنية. وذكرت قيادة عمليات العزم الصلب في قوة المهام المشتركة أن التحالف يستمر بمتابعة تقارير الاحتجاجات، وأكدت أن الخسائر في الأرواح والإصابات تبعث على القلق، وأضافت أن التظاهرات العامة السلمية عنصر أساس في جميع الديمقراطيات ولا يوجد مكان للعنف فيها. دعت منظمة العفو الدولية الحكومة العراقية إلى محاسبة المسؤولين عن استخدام قوات الأمن القوة المفرطة ضد المتظاهرين، مدينة في الوقت ذاته الاعتقالات التعسفية بحق المئات منهم. وقالت المنظمة إن على السلطات العراقية معالجة مظالم المحتجين والأسباب الجذرية للاضطرابات بدلا من مواجهة الاحتجاجات بقوة مفرطة، فيما طلبت الحكومة بالتراجع الفوري عن القرار غير القانوني بحجم الإنترنت ومنصات الوسائل التواصل الاجتماعي ورفع القيود التعسفية على حرية التنقل. مع اتساع رقعة التظاهرات قلق وخطابات دعت إليها الرئاسات الثلاث إلى التهدئة وضبط النفس واحترام القانون، فيما أبدت الأمم المتحدة قلقها من التصعيد الدائر في عموم البلاد، فيما دعت حكومة إقليم كردستان وبرلمانها إلى ضبط النفس. مع تصاعد حدة الاحتجاجات الشعبية الرافضة لما يمر به البلد من انتكاسات على مختلف الأصعدة، دعا رئيس إقليم كردستان العراق نجرفان البرزاني جميع الأطراف إلى ضبط النفس والحفاظ على المصلحة العليا للوطن ولا تتحول إلى صدامات وعنف وفوضى. كلام سيد رئيس الإقليم إلى بعدين، البعد الأول هو لو تلاحظ منسج مع توجهات المرجعية وتوجهات الحكومة العراقية. الشيء الثاني كلامه في محتوى العام تعبير عما نؤمن به ونمارسه ونحاول أن نمارسه في إقليم كردستان، وهو الإيمان بحق الشعب، حق الناس في أن تعبر بطريقة سلمية عن رأيها وتطرح مطالبها، وواجب الدولة أن ترعى إجراء وممارسة مثل هذا الحق. 4 أيام من التظاهرات والاحتجاجات الدامية كانت كفيلة بأن تتوجه رئاسات الثلاثة لاجتماعات وخطابات، حيث حذر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من التصعيد ومطالبا المتظاهرين في الحفاظ على الدولة واحترام القانون. يجب علينا اليوم أولا إعادة الحياة إلى طبيعتها في جميع المحافظات، ويجب احترام سلطة القانون التي بموجبها يعيش الجميع بأمان واستقرار. وتستمر الاحتجاجات المنددة بالواقع المعيشي والخدمي وتفشي الفساد المالي والإداري وارتفاع معدلات البطالة، فيما تحاول الحكومة تقديم حزمة من المشاريع الإصلاحية التي تصب في إطار الحلول السريعة للتخفيف عن غضب المتظاهرين. شعب جاي نباق، جاي جد في الشوارع العالم، تروح للشغل ماك عمل، تروحون ما كان تجي هنا الظاهر كتلوك طلق جاي يضربوك حي. وردا على تدهور الأوضاع واتساع رقعة التظاهرات، علقت كتلة السائرون والمحور الوطني والكتل الكردستانية عضويتيهما في البرلمان العراقي، فيما أبدت الأمم المتحدة قلقها بشأن الأوضاع في البلاد. لقناة الفلوجة، بشير الحسن، أربيل. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. في يومها الخامس التظاهرات تتجدد في بغداد ومحافظات الجنوب وحصيلة دامية. القوات الأمنية تكشف لغز القناصين، وعدسة الفلوجة توثق لقطات الاستهداف. وقام مجموعة من الشباب وهتفوا في نصف القاعة بأن على رئيس البرلمان ونواب البرلمان أن يقدموا استقالتهم لأنهم
لم يستطيعوا حماية المتظاهرين. المتظاهرون يرفضون دعوة البرلمان، والجبور يكشف تفاصيل اللقاء المدبر. رسالة أممية شديدة اللهجة إلى بغداد، ودعوة لحل فوري ووقف التصعيد. المزيد من التفاصيل حول هذه الأخبار وغيرها تجدونها على موقعنا الفلوجة.تي في أو من خلال صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بحفظ الله. في أمان الله. الله أكبر.